الوالد يتوجه للمسجد في هذا الوقت صلاة الفجر. ما شاء الله تبارك الله، هذه ما شاء الله هذه السنة مفتقدها اليوم. الواحد يزهم الصلاة في الشارع، وهذا إنما يدل على طيبيته علاقته بالله عز وجل. نحسبه الله حسيبه. رغم أن الأجواء باردة باردة، قبل سنة في هذا الوقت يبادر إلى المسجد. إن شاء الله يختمها بالجنة، إن شاء الله يختمها بالجنة. ومن يسمعني عمره في حدود 90 سنة، همت شاب الصلاة ما شاء الله تبارك الله، وكل شيء يضحي به لأجل هذا الدين وهذا الصلاة. حياة الدنيا وما فيها في تأخير فرض لن يقبل ولن يسمح. لا إله إلا الله.